everyone, hello my dear pupils. Today inshallah we have a new video. This video is for my pupils of 4MS level. هذا الفيديو تاع موجه للسنوات الرابعة متوسط. رايحين نحلو مع بعض نموذج لاختبار الفصل الثاني. هو تكست فيه مجموعة من topics اللي قريتهم، يعني مجموعة من المواضيع اللي قريتهم. فيه childhood memories اللي هما ذكريات الطفولة، فيه my dream career اللي هو يعني الحلم ولا العمل اللي حاب نخدمه في المستقبل، و my ideal teacher ولا my favorite teacher اللي هو أستاذي المفضل. Hello, this is a letter. هذه عبارة عن letter، رسالة من ستيف. So I'm going to read it. راح نقراها، راح نتعرفوا على ستيف وعلى يعني ذكرياته تاع الطفولة، حلمه اللي كان حاب يخدمه، و his favorite teacher. رانا جمعين حوالي ثلاثة topics، يعني ثلاثة مواضيع في موضوع واحد. So hi, I was born in Liverpool, England. ولدت في Liverpool, England. I'm so happy to share my childhood school memories with you. أنا راني يعني فرحان ولا سعيد أنه نشارك معكم ذكرياتي تاع المدرسة. I was at secondary school. كنت في الثانوية. My best subject was maths. يعني أحسن مادة عندي هي المات ولا هي الرياضيات. I was good at it. كنت مليح فيها، جيد. I learned and losing graciously from my PE physical education teacher. I also learned that I was capable of more than I thought. تعلمت أنه نربح ولا نخسر graciously، يعني أنه نكون يعني كسوة نربح ولا نخسر نكون يعني ممتن لهذه الحاجة. الشيء تعلمته من الأستاذ اللي علمني الفيزياء. I also learned that I was capable of more than I thought. تعلمت أنه كذلك نكون أنا قادر أكثر ما راني يعني متصور. أنا نستطيع أني ندير هذه الحاجة ولا قادر ندير ذيك الحاجة أكثر من تصوراتي. My dream was to become a famous pilot. حلمي كان أنه نكون طيار معروف. I was not fond of dates and events. ما كنتش نحب التواريخ والأحداث. So my worst subject as you knew was history. كما تعرفوا يعني أكره ولا أسوأ مادة بالنسبة لي هي التاريخ، بس فيها dates التواريخ وفيها الأحداث. I remember when I was in 9th grade. متفكر كي كنت في يعني الدرجة التاسعة ولا المستوى التاسع. I got my national exam GCSEs. General Certificate of Secondary Education Exams. يعني كما جوا البيام هما اسم الشهادة تاعهم هذه هي. Most students at the age of 15-16 used to pass this exam. يعني البريبار تاع الطلاب ولا تاع التلاميذ اللي كانوا يبلغوا من العمر 15 ولا 16 كانوا يعني يفوتوا ولا يجوزوا هذا الاكزام. It was one of my best moments in my life. كانت واحدة من أفضل الذكريات ولا الأوقات في حياتي. My ideal teacher was Mr. Brown. يعني my favorite ولا my ideal أستاذي المفضل، أستاذي المثالي كان Mr. Brown. My teacher of maths يعني أستاذي تاع المات. He was always serious. كان دائما جاد، smart ذكي، helpful متعاون، and thoughtful يعني يفكر ولا يعني عنده رؤية عنده نظر. He used to tell us we would climb the mountain together. We can do it. قلنا أنه نقدروا أنه نتسلقوا الجبال مع بعض، نقدروا نديروا هذا الشيء. I loved him because he believed in me. نحبه باسكو يعني كان مأمن بيا. So this is adapted from www.ascd.org. It means it's a website. يعني هذه مأخوذة من website. So this is a letter. هذه كانت رسالة تاع ستيف. Part 1 reading and comprehension. By the way كاين واحد التلميذ في التعليق قال لي ميس خلينا شويه وقت باش نجاوبو، ما تجاوبيش ديريكتوم. انا حبيت نقول لكم برك اللي ما يحبش يشوف الاجابه، مثلا يحب مثلا بعد ما قرينا التكست واش يدير، جاست حبسوا لا فيديو، من بعد جاوبوا نتوما على الاسئله، من بعد تشوفوا عاودوا شعلوا لا فيديو ولا عاودوا ديروا بلاي وشوفوا اسكو لي ريبونس تاعكم صحاح ولا لا. هذه هي الطريقه، يعني انا باش ما يجيش لا فيديو طويل ما نقدرش نحبس شويه اتسجوا حبيبان ستود. يعني انتم ديروا هذه الطريقه.
So we start together. Activity 1. هنا عندكم تختاروا. So I choose. عنا MCQs. I choose A, B or C. And complete the following sentences. نختار واحدة من هادو. A ولا B ولا C. ونكمل بها الجملة. My best subject was physical education, history ولا maths. ما هو يعني الأفضل مادة كانت عنده؟ أفضل مادة كما قلنا في التكست كانت عنده هي maths. So C. My worst subject was يعني أسوأ مادة بالنسبة لي كانت physical education اللي هي الفيزياء ولا history اللي هي التاريخ ولا maths اللي هو الرياضيات. Of course هو قلنا أنا I hate, I'm not fond of events and days. يعني هو ما يحبش الأحداث وما يحبش التواريخ. ألوغ أكره مادة بالنسبة لي هي كانت التاريخ. My dream was to become a famous. كان حاب يكون الحلم تاعو كان حاب يكون a famous writer يعني كاتب مشهور, a famous pilot يعني طيار مشهور, ولا teacher, famous teacher يعني معلم مشهور. Of course B, it's a famous pilot. This is the answers of task number 1. We get to task number 2 and match each idea with the corresponding paragraph. عندنا هنا يا paragraph 1, 2 and 3. كما كنتم تشوفوا دائما كما نعطيكم دائما ملاحظة. Paragraph كيفاش نعرفه؟ يبدأ من الidentation. Look at here. كنلقاو هذا البياض ولا يسموه identation. معناتها هذه البداية تاع الباراجراف تاعي. So this is paragraph number 1. يكمل هنا وين كاين نقطة. بعد paragraph 2 عندنا identation كيف كيف. بعد ينتهي لهنا وين كاين نقطة. Paragraph number 3 كيف كيف عندنا بياض ولا identation. وبعد يكمل لهنا. So we have 3 paragraphs in this letter. في هذه الرسالة عندنا 3 paragraphs. وش راح نديرو؟ راح ن كل paragraph عنده topic. كما قلت لكم أنا عندنا 3 topics. يعني عندنا 3 مواضيع في هذه الرسالة. هاي كل واحد يقول لنا ولا كل واحد عنده هو يربط لنا. فاش كل paragraph على وش يهدر. نروحو مع بعض نشوفو. Paragraph number 1 هدر لنا على childhood memories يعني على ذكريات الطفولة. قال انه احسن ذكرى عندي كانت في ايام ثانوية. وهدر على احسن subject ولا مادة عنده اللي هي المات. So paragraph number 1 is his best subject يعني احسن مادة عنده. Paragraph number 2 على وش هدرنا؟ هدر على الحلم التاعه. My dream was to become a famous pilot. Alors paragraph number 2 هي his dream. Paragraph number 3 هدر على my ideal teacher. Paragraph 3 the topic of paragraph 3 is his ideal teacher. دي كيفاش تكون الإجابة تاعنا تاع task number 2. We go to task number 3, activity 3. Answer the following questions. Was the writer fond of dates and events? Ask a writer يحب. Fond of هي like. نقول fond of هي like ولا love. No, he was not. شوفوا كيفاش جاوبنا. دايما شوفوا كي يكون عندكم يبدأ السؤال تاعكم بأوكزيلوري. أوكزيلوري كيما was, كيما do, كيما did, كيما where, is. المهم أي أوكزيلوري to be ولا to have. غير يبدأ ولا to do. غير يبدأ بهذاك الأوكزيلوري تعرفوا بلي الإجابة تاعكم تكون يا yes يا no. يعني على حسب السنتنس تاعكم ولا على حسب السؤال تاعكم. إذا كانت نو نقول نعاود نجيب السبجكت تاعي اللي هو سوجي. هنا كنت قادرة ندير نو ذا رايتر واز نوت يعني جي نو هي واز نوت ولا نو ذا رايتر واز نوت يعني كيف كيف نفس الشيء وللزوج يعتبروا صحاح. نجيب السبجكت تاعي اللي هو الفاعل بعد نجيب هذا اللي كنت نشوف فيه اللي هو الاوكزيلوري نحطه لهنا. إذا كنت درت هنا yes نقول yes he was. إذا كنت درت no نزيد هنا في الأخير not. لازم ندير not باش نبين بلي راني ننفي في الجملة. 2 Who was the writer's ideal teacher؟ شكون كان أحسن ولا الأستاذ المثالي بالنسبة لستيف؟ My ideal teacher was Mr. Brown. So Mr. Brown was his ideal teacher. So Mr. Brown a teacher of maths. By the way كي يكون عندنا subject اللي هو مادة دايما في لونجلي subject واللي المادة نكتبوها capital letter majuscule. كيما French نكتبوها capital letter, English, Arabic, etc.
Activity 4. I find that in the text words that are synonyms in meaning to. يعني الكلمات synonyms تاع pupils. قولوا pupils ولا قولوا students. Pupils ولا students. Well known. Well known هو معروف وهذا هذا قريناه بزاف. Sequence number 1 يعني هو famous. Famous يعني معروف. Find in the text words that are opposite in meaning to the following. Died معناتها مات. It means alors was born. I was born يعني ولدت في. Never معناتها jamais. والعكس تاع never اللي هي 0% كنقولوا never معناتها adverb of frequency ظرف من ظروف التكرار اللي نستعملوه باش نهضروا على حاجه يعني حاجه نديروها دائما ولا jamais نديروها. Never معناتها jamais alors العكس تاعها هو always عندها دائما. وهذه هي الإجابة تاعنا students famous was born and always. Mastery of language activity 1 reorder the following words to get coherent sentences. So عندي هنا disorder sentences معناتها جمل مخلطة. رايحة أنا نرتب هذه الجملة. أول شيء نبدأ دائما بالسبجكت. I was so excited to meet new friends and teachers. يعني أنا جد متحمسة باش نتلقى بأصدقاء جدد وأساتذة أجدد. My favorite teacher اللي هو يعني أحسن أستاذ عندي was Mr. Lupin اللي قرأوا هاري بوتر يعني قرأوا جي كي رولين كاتبة تاع هاري بوتر يعني الفيكشن ولا الفيلم المشهور. هذاك مستر لوبين هو تيتشر يعني هو ايديال تيتشر استاذ مثالي بالنسبه لهاري بوتر او سو مستر لوبين هو الاستاذ الموجود في فيلم هاري بوتر. سو وات كان وي ساي لوك ات هير باي ذا واي راح نقول لكم هنايا بلي عندنا ماي فيفورت باسكو الجمله تاعي بدات ب ماي لو لازم ندير كابيتال لاتر. بي كيرفول هذو الحوايج دائما لازم تنتبهوا ليهم مالك صغار مي مهمين كما هنا am capital letter because it is at the beginning of the sentence يعني في بداية الجملة لو نديرو am capital letter. Activity 2 correct the underlined mistakes. هنا عندي في الجملة تاعي ولا في الباسج تاعي هذا عندي أخطاء رح نصححهم مع بعض. I remember when I was a children or a child. A children كنقول نهضر على أطفال. A children معناتها kids. مي هنا يعني الجمع حاب ندير انا a child when I اني نهدر على روحي معناتها كي كنت طفل مش كي كنت اطفال كي كنت طفل نقول when I was a child اني نكتبها لكم هنايا. I used to play دايما بعد used to كما قريتو في الترويزيام اني وبل دايما بعد used to نديرو الverb تاعنا في stem verb stem يعني ماهوش مصرف نقولو I used to play hide and seek يعني كنت نلعب لعبة الغميضة all the time. نقول I was ولا I were نقول I was she was he was it was نقول they were we were you were على نقول was. lazy يعني كنت كسول and messy فوضوي but now ولكن الآن I'm totally different ولكن الآن راني مختلف تماما. so نقول a child play and was. Activity 3 we have next June معناتها جوان القادم. I to pass my BM exam. هنا عندي I to pass نهضر على المستقبل. So what can I do? ندير I will pass my BM exam. الوغ هنا I will سوف لي مازال ما شفش هلا فيديو اني درت لكم فيديو شرحت لكم فيه الفيوتشر سيمبل اللي ماهوش فاهمه يقدر يفهمه كما كنتم تشوفوا في الفيديو هذا اللي يفوت قدامكم. هذا هو اللي شرحت لكم فيه الفيوتشر يعني بطريقه سهله ومبسطه. Then I to go I will go then I will go to secondary school نروح للثانويه next year العام المقبل. انا not to choose I will not أنت سوف لن قلوا لن I will not choose لن أختار يعني مانيش رايح نختار the scientific stream شعبة العلوم. هذه هي will pass will go and will not كي نحب ننفي ندير جملة منفية في الفيوتشر نقول will not plus the verb stem.
Activity 4. Classify the following words according to their final ED. راح نصنف الكلمات تبعي على حساب على حساب واش. دايما نعاود لكم ونقول لكم انه هذه final ED to the ed sounds. نصنف الكلمات فيهم على حساب آخر حرف قبل الED. آخر حرف قبل ED معناتها آخر حرف ماشي نشوفوه ماشي نكتبوه، آخر حرف نسمعوه. كما هنا remember آخر حرف سمعناه هو R، هنا divide آخر حرف سمعناه هو D، work آخر حرف سمعناه هو K، pass آخر حرف سمعناه هو S ولا double S. so وش راح نديرو؟ رايحين نصنفوهم. هذا الدرس اللي ماهوش فاهمو تفايلن اي دي راهو يفوت هنا قدامكم وراهو في علامة الاي هنايا كما راكم تشوفوا فيها. وهذا الدرس اني شرحته لكم بالتفصيل كيفاش نصنفوا الكلمات تاعنا. هذا الدرس تقريبا دايما معاكم حتى في الثانوي وقريته ديجا من قبل كسوسوا في الدوزيام ولا في التروازيام ومازالكم تقراو فيه حتى الدرك. اصلا هذا هو اللي راهو يتعاود كل سيكونس بالنسبه لهذا العام، كل سيكونس تقراو هذا الدرس. so remember عندنا r نقولو remembered باسكو عندنا r، divided كي يكون عندنا t و d نحطوهم في id، work كي يكون عندنا k نديروها في t worked، وكي يكون عندنا كيف كيف pass double s نحطوها في t passed worked. هنا divided و divided هنا و remembered هنا. هذا هو كيفاش يكون التصنيف تاعنا worked passed remembered and divided. by the way the situation of integration الوضعية الإدماجية ماني راح ندير لكم وعلاش، لأنه الوضعية الإدماجية دائما راح تكون على حساب of course راح تكون عندها علاقة بالنص تاعكم بالنص اللي مدوه لكم. أنا هنايا جمعت لكم ثلاثة مواضيع يعني three topics: childhood memories، dream يعني الحلم تاع العمل تاعك تاع المستقبل، و ideal teacher ولا favorite teacher اللي هو أحسن أستاذ عندي. so كل هذه الوضعيات اللي راكم تشوفوا فيهم راني دايرتهم في وضعيه مستقله كما راكم تشوفوا فيهم هنا. تقريبا درت لكم ثلاث وضعيات اربع وضعيات، واحده تاع فيفرت تيتشر افضل استاذ عندي، واحده تاع تشايلدود ميموريز ذكريات الطفوله، واحده تاع ماي دريم كارير اللي راكم تشوفوا فيه هنا يعني حلم تاع المستقبل تاعي تاع العمل، وكذلك امبريسين ايفنتس يعني حدث ولا محزن هابي ايفنت ولا ساد ولا امبريسين يعني حدث صرالي محرج ولا محزن ولا يعني سعيد. هادو كامل اربع وضعيات كنت درتهم لكم قبل الاختبارات شوفوهم، راح نخليهم لكم هنا في علامات الاي هكا باش تدخلوا عليها تدخلوا فيهم تضغطوا فيهم ولا تروحوا تشرشيو هنايا في هذو الصور تلقاو هذوك الوضعيات تراجعوا منهم يعني كل واحدة راني دايرتها بالتفصيل هي نموذجية ممكن انكم تدوها كنموذج في الاختبار. so this is our video for today. نتمنى ان شاء الله انكم استفدتوا من هذا الفيديو، وعندكم اي تساؤل ولا استفسار ولا حابين تقترحوا عليا اي اقتراح خلوه لي في الكومنتس راح نجاوبكم ان شاء الله. so by the way اذا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة ما تنساو سبسكرايبين the channel. this is our video for today. see you in the next video. Wait me for the coming videos. Goodbye.